خلونا نروح ل وائل شكر مدير الكره بنادي غزل المحله. طبعا الف الف مبروك كابتن وائل على الفوز ده. شايف الماتش ازاي؟ هزيمه نادي الزمالك قطب من اقطاب الكره المصريه، ده حاجه، واداء غزل المحله في المباراه كان شكله عامل ازاي؟ اهلا بحضرتك استاذ رجائي، والحمد لله طبعا على فوز غزل المحله النهارده. طبعا احنا بنتكلم عن فرقه كبيره زي فرقه نادي الزمالك، فرقه طبعا بنكن لها كل الاحترام والتقدير طبعا. ما ننكرش ان احنا كنا عاملين طبعا حساب كبير جدا لنادي الزمالك، وكنا مقدرين طبعا ان هو كان خارج من ماتش كبير زي ماتش النادي الاهلي. فاحنا ده كان يعني ممكن يكون حافز لنا اكتر ان احنا يعني نأدي بالصوره اللي حدثت اليوم يعني. كل اللعيبه طبعا يعني هو الماتشات الكبيره ما بتبقاش يعني محتاجه قوي الاعداد الذهني والتحفيز والكلام ده، ما بتبقاش محتاجه التحفيز. اللعيب بيبقى بالفطره الماتشات الكبيره زي الاهلي والزمالك بيبقى يعني عنده حافز اكبر وانه يلعب بالتوب فورم بتاعه. فالحمد لله الولاد كان عنده حسن الظن النهارده وادوا بالصوره اللي الجماهير كلها متوقعها. طيب كابتن وائل، غزل المحله فيه تقريبا المنطقه الدافئه، هو اعتقد احنا في المركز السابع لو انا متخيل، يعني احنا بنقعد مع اللعيبه بنكلمهم بنقول لهم ايه؟ يعني لو حضرتك بتتكلم على التحفيز قبل ماتش الزمالك، انا بتكلم على التحفيز بشكل عام، اللعب على الجزء النفسي من اللعيبه، يعني بنقعد معاهم نقول لهم والله احنا عايزين نفنش الموسم مثلا واحنا في الاربعه الكبار، هل ده بيتم مع اللعيبه؟ والله بص حضرتك يابا، طبعا يعني هي كانت مراحل عدت علينا خلال العام او خلال السيزون ده. طبعا كانت المرحله الاولى كان مع مستر فاسيليو، كانت يعني كان في مرحله الاولى خالص كانت ماشيه بشكل يعني كان في تقريبا حققنا 5 فوز و1 تعادل و1 خساره، فكان طبعا الطموحات والتوقعات كانت وصلت لمرحله يعني كبيره جدا عند اداره النادي والولاد والجماهير. حصل بعض يعني هنقول اخفاقات بسيطه حصلت او دروب بسيط حصل، لكن الحمد لله يعني باستمرار الكابتن عبد الباقي والجهاز بتاعه بنكن له كل تقدير واحترام على عوده الروح تاني للعيبه، ودي كانت اهم نقطه من النقاط اللي اثرت في اداء اللاعبين الفتره اللي فاتت، عوده الروح اللي يمكن برضو اثرت. طب ما يا كابتن معلش، انا يعني عوده الروح دي يعني احنا غزل المحل النهارده فايز على الزمالك، انا اعتقد في مكافاه للعيبه طبعا. المكافآت مستمره يعني احنا يعني الحمد لله اداره النادي لا تقصر ابدا في حق اللاعبين. لحد الحمد لله لحد مباراه ومباراه المصري اللاعبين وصلت لهم مستحقاتهم بشكل مستمر. لا ده حاجه طبيعيه يا كابتن. لا بالظبط. لا 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 انا ما بتكلمش على كده طبعا، انا بتكلم على مكافاه استثنائيه يعني. يعني هي احنا يعني هي المكافاه طبعا اكيد في مكافآت استثنائيه، لكن احنا بنتكلم على ان اللعيب فرحته اكتر النهارده اكتر. انت ابن النادي وكلام ده، فلوس انت ابن الشركه. طبعا طبعا. لا مش يعني هي اللعيب النهارده يعني اما يكسب فرقه زي نادي الزمالك ده مكسب له طبع خاص يعني، معلش فرقه الزمالك او فرقه النادي الاهلي الفرقه دي لها دايما اللعيبه حتى من ايام ما احنا كنا بنلعب بيبقى لها طبع خاص في ادائنا في المباريات، وكمان لها فرحه خاصه بعد المباراه لو ربنا كرمنا وكسبنا، فده بتبقى دي المكافاه الاكبر، ودي المكافاه اللي بتديها النهارده اللعيبه لجماهيرها. مش محتاجين اكتر كمان المكافاه الماديه، لا ده هم اللي بيدوا المكافاه للجماهير ولاداره النادي. اكيد. طيب عظيم جدا، احنا خلاص يعني قاب قوسين او ادنى ان الميركاتو الشتوي يخلص خلاص يناير اهو،
يعني شارف على الانتهاء. احنا سمعنا ان غالبا ان في لعيبه هتطلع من نادي المحله، تحديدا كابتن عبده يحيى مهاجم الفريق هينتقل للمصري بورسعيد، الكلام ده حقيقي ولا اشاعات؟ يعني اقول لحضرتك احنا طبعا اشتغلنا على الملف بتاع الانتقالات الشتويه، ويعني طبعا احنا جبنا حازم مرسي من نادي الاسماعيلي، وجبنا احمد رضا اللي شارك النهارده اخر نص ساعه. ايوه ما شاء الله عليه، لاعب كويس جدا. ولسه احنا مستمرين، يعني لسه قدامنا حوالي اسبوع في موضوع الانتقالات الشتويه، وربنا يوفقنا برضو في يكون في صفقه او اثنين كمان. ده الناس اللي تم استخدامهم. والناس بقى اللي هيرحلوا عن الفريق ان شاء الله. يعني حتى الان هو كان طبعا في من بدايه الميركاتو الشتوي كان في بعض التفاوض مع بعض الانديه على كان عبده يحيى وكده، وطبعا في بعض اللاعبين الاخرين يعني. لكن يعني لحد الان التفاوض كان في تفاوض على فلوس. وصل لغايه فين التفاوض ده يا كابتن؟ نعم، وصل لغايه فين؟ هو يعني هو يعني مجرد ابداء بس فقط رغبات، ولا الموضوع وصل ليه؟ احنا بنتكلم على بنود تعاقديه. لا وصل لعرض مادي من عندنا وعرض مادي من النادي الاخر. ما وصلناش للاتفاق، هو يعتبر للان الموضوع متجمد وما وصلش للمرحله النهائيه يعني. عظيم. مدير الفني لغزل المحله مكمل؟ اكيد كابتن عبد الباقي اثبت للجميع ان هو مدرب كبير واتولد كبير طبعا، وان شاء الله هيكمل وهو ان شاء الله يستمر باذن الله بنفس القوه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وائل، شكر مدير كره بنادي غزل المحله، الف الف مبروك، وشكرك شكرا جزيلا.